بدون إطالة ناخذ مكالمة. ألو 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 نعم. مساء الخير. مساء النور. شاك لاباس؟ لاباس الحمد لله. وانت ياكي مليحة؟ الحمد لله. نقولك عفسة احنا قاعد نحبوك. الله يسترك الله يسلمك. نقولك انا ندمانة على عفسة. ايه صحبتش ماما قبل ما تروح. بعيدة عليها ومن بعد بقى راح توفت الوقت. يمك متوفية؟ عندها عام. الله يرحمها ويوسع عليها. الله يرحمها. شحال في عمرك الاخت؟ عمري 15. ربي يرحمها ويوسع عليها. ربي يرحمها. وشنو هو الندم تاعك؟ اللي ما قلتي لهاش عفسة؟ كاينة حاجة ما قلتي لهاش؟ كنت ماشي ذاتي كنت ماشي مخالطة بعيدة عليها بزاف كيلها والو. وش بعدك على الأم تاعك؟ هكذا كنت نحس روحي مانيش بخوش للناس مانيش. بصح كنتي عايشة معاها يعني؟ صغيرة ما كنتش بلاتي يا كرولة هكذاك 14 كنت لا غير مع قراية مع اللعب. وهي عايشة معك في الدار؟ اي عايشة معايا في الدار. وهي كانت مريضة بخاف عندها 4 سنين اختار هنا اختار الهيت ما تقعدش معنا بزاف. كنت تريح في السبيطار؟ ما كنت تروح نختار عندها جدي اختار في السبيطار كل اختار كيفه. وش كنتي حابه تقولي لها؟ حابه اقول لها يدعو الناس ويدعو لها كاع بالرحمه والمغفره. بغيت قلبها بزاف كبير وهي حنينه بزاف هذا ما كان. ربي يرحمها ويوسع عليها. وش الحاجه اللي كنتي ماذا بيك تقوليها لها قبل ما تموت؟ حابه اقول لها نحبك بزاف. الله ما كان. ربي يجيب لكم الصبر. سلام. هذا واش نقدر نقول لك؟ داير الادعاء كثروا لها الدعاء. هذا واش نقدر نقول لك الاخت؟ شكرا. وربي يجيب لكم الصبر. سي با فاسيل كيما كنتو تسمعوا يا ناس. البنت هذه عايشه مع الام تاعها وتلمون كانت لاتيه بقرايتها كانت لاتيه بامور تاعها كانت عمرها 14 سنه على كل حال. الام تاعها توفات وما كفاش الوقت باش تقولها اللي تحبها وباش تعطي لها تقولها امور اللي كانت مدابيلها تقولها كي كانت حيه. يعني هذا الشيء يعني حزين يعني واحد سي تريست واحد لازم يقولها يعني. وهذا الشيء لازم واحد يتهلا في الوالدين والوالدين قبل كل شيء. هذه بلا ما نقولها لكم هذه على بالكم بها على كل حال. افون كسا سوا تخو تار كل اثنين وكل خميس من 8 ل 10 مع ابراهيم ايرباك.